مالك يا صاحبي مالك؟ شوف يا حماق شوف 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 واش الدراري معكم عمر مساري فيديو جديد المهم اخوش هذا الفيديو هذا درتو باش نجاوب بزاف ديال الناس منكم اللي كيسولوني على عمر شنو هو احسن كروكيت لا عمر شنو هي احسن ماكله او لا عمر شنو هو الكروكيت اللي كتعطي الكليبات ديالك المهم اخوش هادشي كامل غادي نجاوبكم في هاد لا فيديو هذا وتشوفوا احسن كروكيت اللي تقدر تعطي لكلبك او احسن كروكيت اللي كنعطي الكليبات ديالي يعني في الوقت ديال البرد في الوقت ديال الصاد في الوقت ديال الولاده في الوقت ديال ليكسبو فاش بغيت وجد الكلب ديال ليكسبو المهم اخوش غنمشيو اليوم غنزور واحد المحل ديال كويكر يعني اللي كاين بالضبط في تيت من الليل يعني بحال قلت هي شركه ديال الكروكيت غادي نمشيو عندهم ونشوفوا الكروكيت اللي عندهم ولي مارك اللي عندهم وشنو هو الكروكيت اللي يناسب الكلب ديالك او شنو هو الكروكيت تما بالضبط غنلقاو صاحب الشركه ديال كويكر وهو اللي غادي يشرح لكم الانواع ديال الكروكيت اللي عنده ولاش كيصلاح ونيش نعطيو الكاميرا يدوي معكم شويه المهم الخوت باش ما نطولش عليكم نشدوا الطريق ونتلاقاو تما ديال اللحوم اللي هي يعني ناتشورال ماشي عاوتاني غنمشيو نقولو لنا راه كاين 30% ديال البروتيين ما كاين غير 27% ديال البروتيين وين مناش مصيبه من اللحوم اللي هي طبيعيه فالحوت والدجاج واللحم هذه بغيت لي زيلفور غادي تحكي لهم الثمن دونك دكتور هذه بالنسبه لي زيلفور هذه من زعما هي تخدم كلشي من لي زيلفور عندهم واحد يعني امتياز خاص في لي بري حتى لي بري ديال مانتيم مزيان واحد السؤال اللي بغيت نسولك هو ليكسبو كما كنعرفوا كامل ان ليكسبو قريب شنو هو احسن كروكيت تقدر تنصح به الناس ديال ليكسبو حيت كما كنعرفوا انه كيبغيو الزهبه تولي زوينه والكلب يرتاح يشد راسو يولي اون فورم يعني بزاف ديال الناس هذه هي الوقيته اللي كيقلبوا فيها على الكروكيت وكيحيروا من اين كروكيت يقدروا ياخذوا انا من هذه الفكره ديال ان الناس يتسناو حتى يوصل ليكسبو هذا يبدا يتهلا في كلبو هذه اصلا فكره غلط ياك الكلب خصك تهلا فيه بعدا فلاش ديال الكروسونس ملي كيكون الكلب عنده يعني 45 جور ملي كي 30 جور ملي كيتفطم و 45 جور كيبدا ياكل لي كروكيت يعني حتى ال 8 موا 9 موا حتى لاج ديال الكروسونس ديالو كتبدا تكتمل هو خصو التهلا اما الا طلع لك الكلب واحد الكافاري اللي هو يعني صغير واخا تبغي تهلا فيه باغ لا سويت راه سي ترو طا يعني راه التهلا كيبدا من النمو ديال من الصغر من الصغر هذه فكره غلطه ما نتسناش انا كلبي تاع يوصل لواحد يبغي يدير واحد لي فور هذا نتهلا فيه اذا كانوا لي ميسكل والعظم ديالو ضعيف يعني راه واخا تبغي تهلا فيه من بعد يعني راه خصك فريمون خصك الوقت هذا هو المشكل كنشوفوا الناس ان الكلاب ديالهم كيكونوا غير طالقينهم حتى كيقرب ليكسبو عاد تيقول لك نوض نتريني به نوض نوجدو شي تبقى توكلوا لي كاركاس والرجلين العام كامل وملي قرب ليكسبو غتشري ليه خنشه ديال الكروكيت وتبغي توكل وكيقول لك ما طلعش وما طلعش وهذه الفكره بعدا ديال ملي كيجي عندي حتى كيجيو نتلاقاو مع الناس كنوكلوا الكروكيت راه الكروكيت راه فيه انواع بحال الانسان الكروكيت بحال قلتي نوع من التغذيه خاصني نعرف اش من كروكيت كنعطي للكلب ديالي كروكيت نقرا عليه باش نشوف شحال فيه ديال النسبه ديال البروتينات ديال الدهنيات ديال لي فيتامين علاش كيصلح هذا الكلب واش كلبي الا كان مثلا غير مرتاح ما كيديرش واحد لاكتيفيتي اش من كروكيت نعطاه كلبي مثلا كما نجاوب على السؤال ديال واصل لواحد لاكتيفيتي اما داخل الدريساج او لا غادي يدخل ليا لواحد الكونكور ولا ليكسبو اش من كروكيت نعطيه دونك بالنسبه للسؤال ديالك هذا الهاي انرجي كنا دوينا عليه في الاول هذا هو اللي كيخدم الدريساج كل يعني الكلب فاش كيكون عنده واحد ليفور غادي يديرو يعني هذا مخير وحتى بالنسبه للكلبات اللي ما كنقولها اللي كيولدوا وقبل الولاده علاش هما باش ما يضيعوش داك حيت الكلبه كيمصوها ولادها سورتو في الشهر الاخراني وابقي الولاده مع الرضاعه دونك مع هذا الحمد لله كيعطي الحليب والكلبه ما كتضعفش هذا الشيء بالشهاده ديال زعما الناس كلهم اللي كليون ديالنا اللي خداهم هنا يعني كي يعني سي توب ودابا هذا حتى الدريساج لا من ناحيه الزغبه المظهر ديالو الخارجي يعني شي حاجه ما لا في اللون ديال الزغبه لا في لي بات شي حاجه طوب وما كيضعفش الكلب اللي كياخذ الهاي انرجي يعني واخا ياخذ لي فور علاش فيه 31% ديال البروتين و21% ديال الماتيير غراس
يعني الماتيير غراس خاصو يحرك كلب كيتحرك غادي يحرك مزيان يعني ما غاديش يضعف وغادي يكون اون بون فورم. صراحة شهادة ديال الحق انا هذا الكروكيت هذا جربته صاص دق لي واعر بزاف انا يعني والله القسم الى واحد الكليون بلا ما نذكر السميه ديالو هو سيت ان يوتيوبر اوسي يعني كي قال لي الزغبه ديالو قال لي وليت كندوز يد ديال الكلبه مابقاش انا حسيت بها صراحه قال لي الكلبه عنده حامله ومع الحماله كيطيح الزغب قال لي دابا مابقاش كيطيح لها الزغب ولات كتاخذ هاد لايمان. بالنسبه للنوفو اريفاج ديالنا راه واحد بريدر شي حاجه راه الشكل ديالو كيهضر عليه يعني شي حاجه الطوب ديال الطوب وهذا هو الجديد ان شاء الله. يعني الجديد اللي فيه هو انه مكون من اللحوم يعني طبيعيه يعني فيه الدجاج والحوت واللحم يعني مكون من اللحم ماشي من اللي مستخرج منه لي بروتينات اللي هو مكون منه. السؤال اللي عندي انايا كنشوف عندي هذا 10 كيلو وهذا 10 كيلو واش نفس لاغام حيت انا تنشوف جوبونس هذا جربته الخوت خدم لي واعر انا تنفضل هذا كيعجبني واعر دابا هذا بالنسبه للاديول هذاك هذا بالنسبه للاديول من 5 موا من 5 موا حتى الله جابيه وهذا الكلمه ديال الاديول يعني ديما كنبغي نطرح هذا راه ما كيعنيش انك ياكلو غير الكلاب الكبار لا راه لي غاسيون هما اللي كيتبدلوا يعني مثلا يقدر ياكلو كلب من 5 موا غير هو 5 موا ياكل دو غوبا مثلا 400 غرام كتقسم على جوج الوغ لاديول غيبدا ياكل ان سول غوبا اللي فيه 400 غرام دونك هذا راه ما كاينش كياكلو غير لاديول يعني كنقدروا نبداو من 5 موا كنبداو معاه هذا من 45 جور كيبدا ياكلو الكلب فيه 32% دي بروتيين و 21% ماتيير غراس شي حاجه تا هو الطوب ديال الطوب. واحد النقطة اللي كاينين الحمد لله كاين يعني كما كيقولوا اللهم كثر السعدانة كاين شي حساد اللي كيبداو ينتقدونا وكيبغيو زعما يشوهوا السمعة ديال كويكر هاد لي بورسونتاج اللي كاينين هنايا راه ما كيعنيش انه فيهم نسبة ديال كاملة ديال هاد لي بروتيين لا هذا خطأ هذا كيعني ان 85% من لي بروتيين اللي فيهم من البورسونتاج ديال لي بروتيين اللي فيهم سي دوريجين انيمال وهادشي راه واضح وباين سي 85% انيمال بروتيين يعني راه 85% من لي بروتيين اللي فيهم سي دوريجين انيمال وهادشي اللي كاين يعني الحمد لله حنا كويكر يعني دابا عندها عامين في لو مارشي وغادا كديفلوبا يعني شويه بشويه الحمد لله غادا في التطور والحمد لله لي كليون سون ساتيسفي دونك بلا ما يحتاجوا يشوشوا على كويكر كويكر الحمد لله غادا من الاحسن الحمد لله. مسيو فؤاد سمعت بلي انكم بدلتوا لا ميثود ديال لا ليفريزون كما عرفنا او كما قلتي لي انك فكرتوا في الكليون في الاول كنتوا كتخلصوا نتوما النص والكليون نص دابا بغينا نعرفوا لا ميثود اللي خدمتوا بها جديده. الحمد لله يعني كان واحد الطلب كثير ديال الكليون ديالنا يعني كما كندوي ديما القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي راه محدوده وهذا راه الدوام يعني ملي كندوي على واحد الكروكيت يعني واحد الماكله اللي غادي يستهلكها واحد يعني واحد الكلب ولا واحد الحيوان بصفه عامه يعني بصفه يعني دائمه يعني وهذا الشيء راه الله يكون في العون يعني كيطلب واحد يعني واحد المصاريف اللي هي شويه كثيره دونك حنا خممنا يعني وبحثنا والحمد لله لقينا واحد الشركه اللي لبات لنا الطلب ديالنا وغادي تولي ان شاء الله لا ليفريزون غراتويتمون بالنسبه مالوغوزمون ماشي المدن كاملين وين واحد النسبه كبيره ديال المدن منهم كازا رباط سلات معراق نيطرا محمديه صخيرات برشيد صفر حامنا بنقرير مراكش اكادير ايت ملول وان زكان واحد يعني ليفريزون اون فوا بار سيمين الواحد ديال الجنوب حتى هما فيها ما نساوهمش يعني تيزني تقول ميم طنطان والعيون هادو غادي تكون عندهم غير مره في السيمانه يعني اللي غادي يكون باش يستافدوا من هذا التوصيل المجاني مره في السيمانه بالنسبه لي راه مزيان انا يعني راه شويه لوكس وماشي واحد المودول اللي زعما كيكون عندها يعني الحركه يعني دائمه هادشي علاش الشركه حاولوا يديروا واحد هذا باش ما يتكلفش شي واحد المصاريف تما كثيره كل واحد كيخمم من جهته. واستاذ بغيت نسولك واحد السؤال اخر بالنسبه الى بغينا نعرفوا الى كان شي واحد كيعطي للكلب ديالو لا مارك ويكر شحال التقام عليه ديال الماكله في النهار؟ هذا حتى هو سؤال مهم حيت يعني الناس ما عارفينش يعني شحال كيتقام عليه الكروب حيت اذا جا حسب شحال غادي يعني مثلا الانسان اللي بغى يعطي الخضر ولا كما كنقولوا الطياب
يعني لاجي يحسب الروز حيت انا ملي كندوي على الطياب ماشي هو تشري لي كاركاس وتعطيهم للكلب لا يعني باش تعطي ان روبا كومبلي خص يكونوا فيه يا اما الروز ولا الشعريه ولا الخبز او الخضره ولا اللحم دونك اللحم ولا ملي كنقولوا اللحم يعني لي بروتين يعني لافيون يعني سوا ديال الدجاج ولا اللحم ولا الحوت يعني هذا خصو يكون هاد المكونات كامله خصها تكون في هذا يعني في الصباح اذا كان انشيو خصو ياكل في الصباح في الغداء في الليل يعني واش حنايا الحمد لله حنا كاع دوزنا الكلاب ملي كنا صغار يعني هادشي غياخذ واحد المجهود وحتى من الناحيه الماديه ما غاديش يكون اقتصادي يعني الا جاي يدير واحد العمليه حسابيه نعطيك مثال دابا حنا يعني بوغ نبداو بالكلب صغير انشيو يعني الا خدنا الساك ديال اكتيف جونيور القيمه ديالو 300 درهم وباش نرجع يعني الحمد لله الشركه ديالنا يعني عندها ثمانات يعني دي بريفيكس على صعيد المغرب كامل يعني كو سوا شرا من عند ان فيتيرينير ولا من عند انيمالغي ولا من اي حد كي غيبيع هذا المنتوج هذا غيلقى لنا الثمن ما كيتغيرش وهذا الشيء كنركزوا عليه بزاف يعني الا خدينا يعني ساك كيدير 300 درهم ان ساك دو 10 كيلو اللي غيدي لي واحد المده ديال 25 يوم غادي تقام عليه ب 12 درهم في النهار ها 12 درهم فيها ثلاثه الوجبات يعني بحال كل وجبه غادي تقام عليه 4 درهم دونك صعبه يعني راه ما الا جاي يدير ليه جوج بيضات فرماجه الحليب هذا راه 10 درهم ديال الروز راه 6 درهم ولا 7 درهم وما غاديش يعطي واحد ديما كندويو على واحد كندويو على الدوام يعني راه الانسان ملي كيكون فرحان بالكلب ديالو يعني راه غادي يدير هادشي النهار الاول النهار الثاني هذا من بعد كيلوح المسؤوليه على الوالدين فري دونك انا بالنسبه لي دونك انا بالنسبه لي اي واحد مربي شي كلب دونك في هذه الساعه او في هذه اللحظه لا مارك ويكري اللي غادي تخرج هي علاش حيت حنا كان ديما كنقولوها حنا قلبنا على واحد المنتوج كاليتي بري يعني واحد المنتوج اللي الجوده ديالو عاليه وحتى الثمن ديالو مناسب بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المغاربه دونك اي واحد كما بغى يكون نوع يقدر يشري من عندنا كلب بيان سور حيت انا قلت لك انا دابا حسبتها لك كاين كلب صغير مينيموم غادير ليه واحد جوج بيضات الا درتي ليه جوج بيضات فرماجه مع نص سيترو ديال الحليب راه هذا هادشي ومع ذلك هادشي راه ما كافيش بالنسبه للكلب يعني علاش قلت لك انا كنطلب من الناس اللي كيربيو هاد الكلاب هادو يصبروا مع الكلاب واحد 9 شهور 9 شهور يعطيو واحد الماكله يعني متكامله وماكله مزيانه حيت علاش واخا يبغي يتهلا في الكلب ديالو من بعد راه سي تخو طار يعني لا كرواسونس هي المهمه ديك الساعه من بعد ديك 9 شهور 10 شهور الله يكون في الهواء الا كان الانسان ما عندوش الموجود يقدر يهبط لواحد يعني سوا يعطي داكشي اللي موجود عنده ولا يهبط لواحد يعني النوع ديال الكروكات اللي رخيص شويه يعني مره ماشي ديما يعني وين كنطلب في الصغر يتهلاو في الكلاب ديالهم ديال واحد المنتوج حيت الكلب اصلا كما كنعرفوا هو الصغر يعني الكلب اللي طلع لك من الصغر عيان غيكبر يطلع عيان والماكله ديال يعني لي كروكات بوغ لي شيو راه الثمن ديالهم ما يمكنش يكون قل من 20 درهم حيت كيكونوا فيهم لي كالسيوم كيكون غيش اون كالسيوم والكالسيوم راه غالي يعني راه هذه ما كتدخلش ليا انا كيجي شويه كي عطيتو يعني خنشه ديال الكروكيت ساويه مثلا 90 درهم فيها 10 كيلو ولا 5 كيلو يعني هادشي راه ما كياكل الخبز كامل يعني انا غير من الثمن كنعرف واش كروكيت مزيان ولا ما مزيانش كاين واحد المثل تيقول لك مليح باين غير من الثمن ديالو هذا هو اللي كاين بالنسبه قلنا 300 درهم ساك ديال 10 كيلو غيتقام 12 درهم الا خدا مثلا بالنسبه للكبار ان ساك دو 450 درهم يعني كندوي ديما في لا مارك بريميوم يعني الجوده العاليه 450 درهم فيه 20 كيلو غيتقام عليه الوجبه في النهار ب 9 درهم وهاد لي ساك ديال 20 كيلو حيت هاد الاسئله كنلقاهم بزاف باش نجاوب عليهم دابا يعني كيدي 50 يوم يعني كياكل يعني 400 غرام في النهار وبالنسبه للكلاب اللي اول مره غادي يتعاملوا مع كويكر سورتو الهاي انرجي حيت طالعه بزاف في الماتيغ غراس تقدر دير لهم واحد الدياري واني هذا راه ما كاينينش انا الكروكيت خيط حيت هو الهاي انرجي راه فيه 21% ديال الماتيغ غراس يعني فيه ليدان بزاف سي نورمال كيما لو كان ديما كنعطي ليكزومبل بالعيد الكبير فاش كناكلو الغنمي لو برومي جور الا ما كناش مولفين كناكلوه يعني راه سي نورمال كيدير لنا الدياري هذا ما كاينينش ان الغنمي خايب لا دونك راه غير يعني المعده ما كانتش مولفه واحد الماكله حاجه اللي ميدما وبالنسبه للكلاب كيوقع حتى في الشونجمون ديال الماكله كاين الكلب كتي كتعطيه الروز كتعطيه الكروكيت غيوقع له هذا الشونجمون هذا وغتجي لا دياري ولا كنتي كتعطيه الكروكيت وبدلتي له كروكيت وليتي كتعطيه الروز غيوقع له هذا الشونجمون غتجي لا دياري يعني ديما لو شونجمون خصو يكون ترانزيتوار يعني بشويه بشويه يعني مثلا الا كنتي كتستعمل واحد الكروكيت مثلا انت عندك قديم ما تجيش تقطع له خلي واحد شويه الا بغيتي تشري كروكيت جديد
خلي واحد شويه من القديم وبدا تدخلوا جديد بشويه بشويه حتى تبدا تعطيه جديد اون سول فوا. يعني اما باش تدوز له من واحد الحاجه ناشفه لحاجه ميدمه راه سي نورمال، يعني غادي توقع له اون بتيت ديغي. الحمد لله هادشي قليل فريمون قليل اللي كنصادفوا به. دونك كنصح الناس اللي اول مره غيستعملوا الهاي انرجي يبداو في اللور غير 300 غرام بالنسبه لنا لادولت، يعطيو 300 غرام ابخي بقاو يزيدوا له في يعني في الكونتيتي بشويه بشويه حتى يوصل 400 غرام. وهذا الشيء الحمد لله ما غاديش يبقى هاد المشاكل هادو. يعني هذا جينيرالمون سي فريمون غار. انا قلت لك اللي كان كيوكل مثلا كروكيت سوا ديال العبار ولا شي كروكيت ناشف وكيبغي يتهلا في الكلب ديالو، يعني كما كنقولوا كما قلنا قبيله يعني في الوقت ديال الدريساج هذا كيبغي مثلا يقلب على ان برودوي اللي جوده عاليه هنا فين كيقدروا يوقعوا هاد المشاكل. مي الحمد لله ما زعما مع كويكا يعني ما كاينش هاد المشاكل هادو. يعني بالنسبه للكروكيت يعني الموين غام يعني لو بري ديالو سافيري 300-330 درهم. ان ساك دو 20 كيلو غيتخام لي روبا بار جور 6 درهم ونص، ولو ساك كيدي 50 جور. يعني هادشي يعني بغا يقول لك لا فابو علي ما بغاش يوكل الكلب ديالو. يعني احسن انا كنفضل هادشي ياخذ هذا احسن ما يشري مثلا واحد يعني ماكله اللي ما عارفش المصدر ديالها منين كياخذها، يعني كياخذ بالتخصيط ولا هذا ما عارفش يعني المصدر ديالو شنو هو ولا هذا. وبالنسبه لا غام يعني اللي دخلات جديده لو بري ديالها سي 250 درهم. ان ساك دو 10 كيلو غادي تقام عندنا تقريبا ب 10 درهم في النهار وغتدي لنا 25 يوم. يعني ديما بالنسبه لي غاز ستوندار يعني راه لو روبا يعني كي بار جور بالنسبه لادولت سي 400 غرام. وبالنسبه لي غاز يعني اللي كيكونوا ثقالين شويه يعني بحال الكانغال بحال يعني لي سان برنار ولا هذا يعني تنقدروا نمشيو معاهم حتى 500 غرام بار جور حتى 600 غرام بار جور. يعني راه هادشي نرجع للفكره ديال ان الساك كتكون مكتوبه فيه ادول راه ما كيعنيش كيقدروا ياكلوا غير لي زادول، يعني لي غاسون كيتبدلوا. يعني كنقدروا نبداو من 5 موا كيقدر يعني لو شيان ديالنا يبدا ياكل يعني الماكله غير مثلا في 5 موا كنعطيوه 2 روبا بار جور. ان شيو كياكل 3 روبا بار جور يعني ليكيفالون ديال 130 غرام بار روبا. يعني ديما كنبقاو في 400 غرام الى ديفيزيون سور 3 تعطينا واحد 130 غرام. وفي كيفوتنا 6 موا حتى العام كياكل 2 روبا بار جور يعني في لا كونتيتي ديالو 200 غرام صباح 200 غرام عشيه. ملي كيفوتنا العام كيبدا ياخذ ان سول روبا ليكيفالون ديال 400 غرام. يعني 400 غرام كنديوه على ماكله مزيانه حيت مثلا الا كان يعني ماكله هذا راه تقدر تعطيه حتى كيلو ما يبانش عليه. يعني هذا الشيء اللي كندوي عليه يعني كاين واحد لا فاسيون اللي هي يعني مدروسه ويعني فيها كل شيء اللي غادي يحتاجه الكلب من فيتامينات من بروتينات من ماتيير غراس من لي ليبيد من الكالسيوم. يعني هذا الشيء كله كيكون مدروس في وجبه واحده وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه استاذ بغيت نسولك غير واحد السؤال، يعني كما كنعرفوا هاد لي كليون ديال كويكر واش عندهم زعما شي كادوات واش كتصيفطوا لهم شي حاجه ولا غير كيشريو صافي؟ لا الحمد لله هادشي يعني تقدر تسول الكليان ديالنا اذا تصادفتي معهم. يعني انا منوج بتصارح انا وصلوني سماطي وصلوني دي كامل يعني وصلني داكشي زوين وبون كاليتي زعما ماشي غير باش تسكتوا الكليان او باش ترضيو الكليان. هذا هو اللي كاين دابا غير هو خصهم يصبروا معنا شويه. دابا راه كاين واحد الازمه عالميه يعني الله يرفع علينا هذا الوباء هذا امين. دونك ان شاء الله حنا كنوعدوهم ديما بالجديد والحمد لله. انا ملي ما كان ملي ما غاديش يتسناو مني الكليان هو غادي يكون واحد يعني لي بروموسيون يعني ماشي شي حاجه غير باش نعطيهم هذا. لا هادو دي كليون اللي عزاز علينا وبلا بيهم حنا ما غاديش نكونوا. دونك ديما سوا غادي نعطيهم حاجه يعني جوده بحال داكشي اللي كيستحقوا ولا ما غاديش نعطيهم. يعني الحمد لله حنا راه كنخدموا حنا دابا الحمد لله غادي نقصوا عليهم هذا العيب ديال التوصيل وان شاء الله من القدام غادي يكون ديما ما كاين غير الجديد. وشكرا وكنتمنى هذا الشيء يزيد القدام واللي خاصته شي حاجه الدراري تواصل مع الاستاذ او غنخلي لكم انستغرام ولا النمره ديال الشركه ديال كويكر يمكن لكم تعيطوا للشركه نيشان واي حاجه بغيتوها في ما كنتو في المغرب غادي توصلكم ان شاء الله. المهم الخوت من بعد ما وصلنا للدار كما كتشوفوا جبنا معنا جوج ديال لي ساك ديال الكروكيت هما هادو اللي غادي نجربوا اليوم واللي بغي ننصحكم حتى نتوما تجربوهم معنا. اول حاجه اكتيف جونيور وكريسبي ادولت. المهم الخوت هاد اكتيف جونيور كنصحكم به تعطيو الكليبات الصغار كيرد الزغبه واعره وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يتهلاو في الكليبات ديالهم الصغار من الاحسن اكتيف جونيور. وبالنسبه للناس اللي عندهم كلاب كبار
كنصحهم يعطيو كريسبي اديلز اي معلومه غادي يحتاجها على هاد لا مارك هادي كويكر كلشي كتلقاه مكتوب في الوصف. المهم الخوت حاليا غادي نجربوهم بجوج ونعطيهم الكليبات ونشوفوهم كي دايرين ومن بعد نعطيهم الكلاب ونشوفو واش غيبغيو ياكلوهم ولا لا، حيت كما كنعرفو حنايا ان بزاف ديال الناس كيشريو الكروكيت الكليبات ديالهم وما كيبغيوش ياكلوه ليهم في الاخر كيصدقوا غير عاطيونو شي واحد ولا راميين داك الكروكيت. المهم الخوت تيقول لك واحد المثال عند رخصو تخلي نصو، داكشي علاش الخوت اليوم غنجربو كويكر وغنشوفو واش كليبات غادي ياكلوهم واش كليبات غادي يبغيوه واش كليبات غادي يرتاحوا ليه واش كليبات غيعجبهم هاد الكروكيت ولا لا. بابلو انجي يا راجل تاكل واجي. المهم الخوت كما كتشوفوا الكليبات تبارك الله حماقوا عليه عجبهم ديال بصح هبط كور 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 بابلو مالك اصاحبي مالك شوف حماق شوف 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 المهم الخوت كمشوا بالنسبه للكليبات يعني حماقوا عليه ديال بصح وعجبهم بزاف، دونك انا نقدر نعطي هذا الكروكيت 10 على 10. اجي نجربوا الكروكيت الاخر ديال كريسبي ادلت ونشوفوا الكليبات الكبار واش غيبغيو ياكلوه واش غيعجبهم ولا لا. المهم الخوت كما كتشوفوا الا لاحظتوا راه كاين فرق في الكروكيت، مثلا في الحبات ديال الكروكيت هذا كيبان لكم كبير شويه ماشي بحال الاخر، الاخر صغير، ولكن نطول الكليبات وغنشوفوا واش غياكلوا ولا ما غاديش ياكلوا. المهم الخوت احنا طلعنا الكليبات غنعطيهم هاد لي كروكيت وغنشوفهم واش غيعجبهم ولا ما غاديش يعجبهم. هاش 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 المهم الخوت كما كتشوف هاد الطريقه وكيو جالسه كتاكل مافيا تاني جالسه كتاكل دونك عجبهم كون ما عجبهمش ما كانوش غيبيتو غادي ياكلو. كول 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 الخوت عقلت لا طوكي باش كتحط لي يدي بحال هكا كتبغي تعضني. كما كتشوف الخوت باكيو نعساس وبقات كتاكل لي كروكيت نورمالمون انا كتحط لي هذا على حساب ثم هي كبير لكن ماشي مشكل هي جالسه كتاكل. بالنسبه للخوت الفولك راه طلعت الفوق راه ما كتبغيش تاكل فاش كتكون مافيا كتاكل، دونك الاحترام الخوت فولكا هو فولكا واش تحشميني ما تحشميش هبطي بحالك يلا. المهم الخوت بحال هكا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كان معكم عمر مساري فيديو جديد.